السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأشرح في هذا الفيديو كيفية حل نظام من المعادلات الخطية A System of Linear Equations. افرض أن لدينا مجموعة من المعادلات بهذا الشكل، ونريد حل هذه المعادلات في المتغيرات الثلاثة X و Y و Z. الخطوة الأولى هي أن نكتب هذه المعادلات بطريقة مختلفة بحيث تصبح المتغيرات في طرف والكونستانت في الطرف الآخر، فبالتالي هنا نقول ناقص 3 يساوي 0، وهنا نتركها كما هي، وهنا سالب 12 يساوي 0 بهذا الشكل. ثم بعد ذلك نكتب هذه المعادلة بصيغة المصفوفات بهذا الشكل AX equals B. A هي المصفوفة التالية 2, 1, minus 2, 2, 1, minus 2, 1, minus 1, minus 1 و 1, 1, 3. أما بالنسبة ل X فهو هذا العمود الذي يشمل المتغيرات المطلوب إيجاد قيمتها لحل هذا النظام من المعادلات الخطية. أما B فهي العمود الكونستانت كولوم ويكتب بهذا الشكل 3012 بهذا الشكل. الآن نذهب إلى ماتلاب ونشغل سيميولينك بأن نكتب على البرومبت سيميولينك ونضغط انتر، فتظهر لنا هذه الصفحة ومنها نختار بلانك موديل. الآن أصبح لدينا هذا البلاك موديل ونريد أن نختار البلاكس المطلوبة لحل هذه المعادلات. في البداية نحتاج إلى بلوك اسمه Algebraic Constraint، فبالتالي نقوم بعمل دبل كليك هنا ونكتب Algebraic Constraint وتظهر بشكل واضح هنا، نكبر حجمها قليلا. طبعا غيرنا احنا نظام المعادلات بالشكل الذي رأيناه حتى يتناسب مع هذا الشكل F of Z equals 0. الآن نحتاج إلى الجين بلوك لضرب المصفوفة A في X، وأيضا نحتاج إلى الكونستانت بلوك للتعبير عن B كما رأيناه قبل قليل. فالآن بالنسبة للجين نكتب جين فيظهر الجين بلوك، ممكن نكبره قليلا بهذا الشكل، ثم نحتاج إلى كونستانت بلوك ونكبره قليلا، ثم أيضا نحتاج إلى سم بلوك. وبالنسبة للسم بلوك هذا ممكن نخلي شكله ريكتانجولر، فبنعمل دبل كليك ومن المين ايكون شيب ريكتانجولر نكبره قليلا حتى يظهر بشكل واضح. الآن أيضا نحتاج إلى ديسبلاي لإظهار النتائج، لإظهار الحل ديسبلاي. نوصل بالخطوط بين هذه البلوكس، نصل هذا بهذا ونصل هذا بالالجبريك كونسترينت، وهذا نعمل له فليب كنترول مع اي ينعكس 180 درجة، ثم نصل الاوتبوت للكونستنت هذا في الانبوت الثاني بالنسبة للسم بلوك. الان ندخل البارامترز او المعلومات، فنعمل دبل كليك فوق الجين وبإمكاننا إظهار الأسماء بأن نحدد هذا الشكل كله ونضغط على Format، ثم نختار Auto Name و Name On حتى يظهر، وباستطاعتنا أيضا تكبير الخط من هنا، نقول مثلا 14 ونجعله Bold حتى يظهر بشكل جيد، ونستطيع أن نلونه بأي لون. ثم نعود مرة أخرى إلى Gain Block ونضغط دبل كليك هنا، ندخل هنا المصفوفة A، نفتح الأقواس 2 1 سالب 2 فاصلة منقوطة أو سيمي كولن 1 ماينس 1 ماينس 1 سيمي كولن 1 1 3، ثم نغلقها، ثم نختار من الملتبليكيشن نحدد نوع الضرب وهو ضرب مصفوفة في فيكتور، نختار ماتريكس K times U و U فيكتور، U هو الإكس الذي ذكرناه قبل قليل، ونضغط OK. أما بالنسبة للكونستانت فندخل في B
هنا، و B هو شكله كالتالي 3012، ونقول أوكي. الآن نصل بين الانبوت للجين وهذا الخط حتى تتم عملية الضرب. الآن أصبح لدينا كل شيء جاهزا، نختار simulation ونضغط على run ونكبر هذا فتظهر القيم المطلوبة. هنا -3.5 -1 -2.5. بما أننا نريد كتابة المعادلة بهذا الشكل فنستطيع أن نغير هنا ونقول minus، لأننا نريد كتابة الالجبريك كونسترينت على الشكل f of z equals 0، فننقل كل شيء إلى اليسار ونترك 0 على اليمين فنحصل على هذا، فبالتالي نغير هذا المدخل إلى minus، هذا الانبوت نغيره إلى minus لأنه الفيكتور هذا إشارته سالبة. الآن نعيد الكرة مرة أخرى فنحصل على هذه الحلول. الحلول كما نشاهد هنا x equals 3.5 y equals 1 and z equals 2.5، ونستطيع أن نحل أكثر من 3 معادلات خطية آنيا بأن نحدد المصفوفة A ونحدد المصفوفة B ثم نكمل بالطريقة السابقة، وبالله التوفيق.